تطوير التعاون في مجال السكك الحديدية شكل محور اجتماع عمل عقده بالرباط وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل مع سفير كوريا الجنوبية بالمغرب كيونغ تشانغ الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى. الطرفان أشاد بتميز علاقات التعاون التي تجمع بين المملكة المغربية وكوريا الجنوبية، كما أعرب عن تطلع البلدين لتطوير هذه الروابط بشكل أكبر. تباحثنا اليوم في المواضيع التي تتعلق بالتعاون بين البلدان في قطاع النقل، ولا سيما في قطاع السكك الحديدية النقل فائق السرعة. الجانبان تباحثا بشأن سبل تعزيز قدرات البلدين في ميدان النقل المستدام وكذا الاستثمار في البنية التحتية المرتبطة به. وبالمناسبة قدم السيد تشونغ دعوة للسيد عبد الجليل للقيام بزيارة عمل لكوريا من أجل تطوير سبل التعاون بين البلدين في هذه المجالات. تباحثنا أنا والسيد الوزير حول بناء القدرات والعمل من أجل الاقتصاد الأخضر، كما تطرقنا أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وكوريا في مجال الصناعة السككية. وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على العمل المشترك من أجل تعزيز روابط التعاون بين البلدين عبر تعميق التشاور واللقاءات بين خبراء البلدين والاستثمار المستدام واستعمال التكنولوجيا الحديثة في ميداني النقل واللوجستيك وكذا الاستفادة من الخبرة الكورية في مجال الصناعة السككية.